التقارير الأخيرة لمنظمة الشفافية العالمية والتي اعتبرت فيها العراق من الدول الأولى في الفساد المالي والإداري واجهت امتعاضا لدى المسؤولين عن مكافحة الفساد في البلاد. هيئة النزاهة أكدت على أن العراق سجل تقدما كبيرا في ملف مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية من خلال تطبيقه لبنود الاتفاقية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، في وقت وصفت التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بغير الواقعية. نحن على المستوى الرسمي مشتركين في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، نقول بأنه العراق متقدم في تنفيذ بنود الالتزامات كدولة منطوية داخل هذه الاتفاقية. مع احترامنا لهذه التقارير، إن كان منبثق من منظمة الشفافية الدولية أو منظمات أخرى، نقول لابد وأن تلتقي مع الأجهزة الرقابية التي تعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي حتى يكون لتقاريرها نوع من الواقعية. ولعل إحدى خطوات التقدم التي حققتها هيئة النزاهة هي إشراك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في قضية مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وهو ما كان محط ترحيب تلك المنظمات التي طالبت بمجال أوسع يسمح لها بمراقبة عمل دوائر الدولة بعيدا عن الضغوطات التي تمارس من قبل بعض الجهات. نحب انه من خلال هيئة النزاهة ومن خلال اللقاء انه يكون هناك اتصال مباشر عن طريق الانترنت دون المراجعات. هذه المراجعات يسبب الكثير من الارهاصات والارهاقات بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمؤسسات الحكومية. عندما تكون فقط المراجعات اللي تتطلب المقابلات، بعض المواقف هناك اختراقات لهذه المنظمات من قبل جهات معينة، فإذا لابد من أن نحافظ على استقلالية منظمات المجتمع المدني، ولا بد أن تقوم بالمهام الملقاة على عاتقها وتعمل على أنها وسيط بين النخب السياسية وبين المسؤولين في الدولة وبين المواطن. وعلى الرغم من اعترافات بعض المسؤولين الحكوميين بوجود ضغوطات سياسية تمارس ضد هيئة النزاهة من أجل إغلاق بعض ملفات الفساد والتي من الممكن أن تطيح برؤوس كبيرة في الحكومة، إلا أن الهيئة أكدت على أن عملها يسير وفق القوانين الخاصة بها دون الخضوع لأي ضغوطات ومن قبل أي جهة كانت. سنان عدنان، السومرية.